من تعقيدات ملف النازحين إلى الانقسام حول أداء الجيش في عرسال، ما مصير الحكومة في ضوء الملفات الخلافية، وماذا عن الملفات الساخنة من الانتخابات إلى الموازنة فالسلسلة والكهرباء؟ ملفات يعرضها كلام الناس مع الوزير السابق رشيد درباس والنائب زياد أسود الخميس 10 إلى 3 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.